الحقيقة أنا بأشكركم جدا على دعمكم ليا الفترة اللي فاتت، خصوصا شهر 4 اللي هو شهر ابريل نيسان. نيسان احنا في التموز الوضع بتاع اليوتيوب بتاعي يا جماعة، اوعوا تنسوه، فاشتركوا في قناة اليوتيوب. معاكم اخوكم كرم، معاكم والبحر وراء السور البحر اهو وراء السور. والنهاردة احنا انا اهو يعني ممكن اخش وراء السور ده واطلع على البحر، لكن خلاص انا متعود ومبسوط كده ان انا وراء السور او الاسلاك الشائكة، لكن البحر قدام يعني. ولذلك انا ادعوكم تتفرجوا على النجوم والايوه نجم الاكوان، نجم النجوم مشاهدي مكرم، نجم الاكوان ونجم النجوم. وتحياتي ليكم وكل سنه وانتم طيبين، عيد لحمه وعيد افراح وبهجه، وكل سنه وانتم طيبين وبخير. وتحيا مصر، وشكرا شكرا شكرا. دعموا القناة بتاعت اليوتيوب بتاعتنا كلنا، وكل سنة وانتم طيبين. تخيلوا ان شهر 4 نيسان وصلت المسألة ل 68,000 مشاهدة في شهر ابريل بس، يعني 69 اعتقد او 68 يعني 70 ايوه بس خلاص، يعني هو 69 قول 68 لا قول 70 70 مشاهدة على اليوتيوب في ابريل. مش ممكن ال 68 واحد دول ما بيفهموش، لا اكيد بيفهموا وشافوا حاجة كويسة. ومش ممكن بعدهم بقى ما يكونوا شافوا حاجة مش مبسوطين، اصبروا هتاخدوا حاجة تقيلة، اصبروا عليا 6 شهور بس، 6 شهور يعني، بس 6 شهور متابعة، 6 شهور متابعة. ما تقولش ايه هتاخد من مصر، قول ايه هتدي لمصر. مش بنطلب تعويضات ولا اي حاجة ولا اي حاجة، خد بالك تعويضات زي ما بيعمل لا انا زي فريد الدين، انا زي فريد الدين بدون مقابل دعموا قناة شادي مكرم، قناتكم انتم، مش شادي مكرم ده حط اسمك، قناة اسمك ايه حط اسمك، دعموا قناة الاليقنة بتاعتنا كلنا. وتحية مصر، وسلامي للرئيس السيسي، وتحية مصر.